السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، كنت أصلي العشاء اليوم وأنا في الركعة الثالثة، يعني وأنا في الركعة الأخيرة قلت دي الرابعة. بعد ما قلت التشهد فضلت مش عارفة أنا عاملة إيه، فسلمت وجبت راكعة وقلت احتياطي وقمت مسلمة. صلاتي كده صح ولا أعيدها؟ لا ما تعيديهاش، لا تعيديه. طب أسألك الدعاء لي والوالدي بالمغفرة والرحمة، وادعيني إن ربنا يصلح حالي يا رب. الله يغفر لنا ولوالدينا ولوالديك ولك وللمسلمين والمسلمات، اللهم ويصلح آمين، حولنا ودعي جميعا لي يا شيخ رب. مصطفى ربنا الله يصلح حالي. يبارك فيك، اللهم الله آمين. يكرمك.